بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلبة وطالبات الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، بنرجع بنقول لأولادنا إن الشكل من أهم الأشياء اللي بتميز خريطة العالم السياسية، إنك تقدر تتعرف على الشكل من دراستك لخريطة العالم السياسية. هنكمل مع بعض شكل الدولة ببراعة بتميز. أنا عاوز ولادنا قاعدين يسمعوا الحصة بتميز، وبعد كده هتتعرض للحصة على موجودة إن شاء الله على طبعا صفحة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، لينكات جميع حصص منصة البث المباشر موجودة على الصفحة الرسمية لمنصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم على الفيسبوك. هتقدر تدخل، هتقدر تشوف لينكات جميع الحصص. بإذن الله هتدخل على الحصص المسجلة، هتلاقي كل ده موجود تباعا جميع حصص منصة البث المباشر في الجغرافيا السياسية. احنا دايما بنقول بنحب نتعود ان احنا نتدرب على خريطة العالم السياسي. اتكلمنا عن الشكل المستطيل وشفنا ان المثال للشكل المستطيل ادي دولة تشيلي. مستطيل ايه يا مستر؟ او شريط طولي بتمتد من الشمال للجنوب. طب لو قلت من الشرق للغرب، كنا بنتكلم عن تركيا، كنا بنتكلم عن منغوليا، كنا بنتكلم ان لو حضرتك اداك ابعاد على الخريطة، يعني شايف الدولة دي اللي اسمها نيبال، ما دي برضه مستطيلة يا مستر، بتمتد من الشرق للغرب برضه وإن كانت واخدة ميل. طب ما أنا عندي كمان مستطيل زي دولة الصومال. طيب إذا هنا بنقول أنا مش مطالب بالأمثلة اللي في الكتاب فقط يا مستر، ده أنا ممكن يجي لي أبعاد. لما كنت بتكلم عن الشكل المندمج ذو بروز، أنا عندي ناميبيا فيها بروز واضح جدا أهو. يبقى حضرتك اسمع كويس وتركز في السؤال. تاني بنكرر يا أولاد، لما يجي لي سؤال أبعاد، أقولها تاني، لما يجي لي سؤال أبعاد لو ذكر في وسط الكلام نص قطر على طول بختار الشكل المندمج. لو اداني أبعاد أحاول إن أنا أرسم الشكل، بل إن ممكن يديني أكتر من بعد. كان في سؤال جميل جدا كان مديني جدول بيحدد لي أبعاد دولة، أبعاد الحدود، سواء كان من الشرق إلى الغرب أو من الشمال للجنوب، وبيطلب ميزة. لو هو طالب ميزة دولة مندمجة، اختار الشكل اللي دايماً بيحقق لك الشكل المربع أو الشكل المندمج المنتظم. لو إداني أبعاد بيبقى في بعد أكبر من الثاني، بروح على طول على الشكل المستطيل. طيب، تعال بقى نركز مع بعض شوية ونشوف فصل الألوان الجميل، يعني نشوف منصة البث المباشر لما تحب تميز ولادها بتعمل إيه. الشكل المجزأ هو الشكل التي تكون في أراضي الدولة غير متصلة جغرافيا. بمعنى يا مستر، فاكر لما كنت بقول لك في الدرس الأول في الجغرافيا السياسية في الوحدة الأولى، لما كنا بندرس الدولة المركزية، عرفنا أن اليابان دولة تجز عن القاعدة في إيه؟ في الشكل. لماذا في الشكل؟ طيب هنعرف دلوقتي. أنا عندي شكل مجزأ بري، اللون الأزرق قدام عينك على خريطة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيه مجزأ بري؟ هنتعرف دلوقتي. لو أنا بتحرك بسيارة من الولايات المتحدة الأمريكية، من ولاية شيكاغو هنا على الحدود الشمالية، تمام، وبتجه لولاية ألاسكا، يبقى أنا لازم أدخل في الدولة اللي قدام عيني دي اللي هي مين؟ كندا. يبقى إذن هنا مجزأ بري. هنتعرف بصورة دقيقة على ما المقصود بالمجزأ البري وهنعرف مميزاته وعيوبه. طيب لما نيجي نقول المجزأ البري البحري، شايف إيطاليا امتداد بري من القارة الأوروبية، القارة العجوز، تمام، واضح جدا قدام عينيا، فيها جزيرتين مشهورين جدا وهي جزيرة صقلية وجزيرة سردينيا. وهعرفك دلوقتي فرق بين سردينيا وكورسيكا، وهتعرف وهتتميز جدا على منصة البث المباشر. طيب أي دولة جزرية، أي دولة تتكون من مجموعة جزر، أندونيسيا، الفلبين، اليابان، المملكة المتحدة، أي دولة جزرية طالما بتتكون من مجموعة جزر، أعرف أن أنت أمام شكل مجزأ بحري. يبقى بري مجزأ، بحري مجزأ، بري بحري مجزأ. نسمع ونركز ونبدأ مع بعض بصورة جميلة جدا. هنتعود ما هي أشكال، ما هي أقسام الشكل المجزأ. الشكل المجزأ ينقسم إلى ثلاث أشكال رئيسية. نقول تاني، الشكل المجزأ ينقسم إلى ثلاث أشكال رئيسية. أول نوع معايا الشكل المجزأ البحري. ركز معايا، شوف أنت ده، يعني أنا عاوز حضرتك تعالى كده معايا كشكول منصة البث المباشر،
نواتج منصة البث المباشر، وبإذن الله بنوعدكم بمراجعة مميزة على الوحدة الأولى، وهيكون فيها جميع نواتج التعلم الدولة الجذرية أو الشكل المجزأ. كل الدول الجذرية على خريطة العالم السياسية هسميها دول بحرية مجزأة. طيب بص كده، اليابان احنا قلنا في أربع جزر رئيسية، هوكايدو، هونشو، شيكوكو، كيوشو، دول الأربعة الكبار مع وجود جزر صغيرة كتير جدا. أقدر أقول لك معلومة جميلة بتنفرد بها منصة البث المباشر، وكانت يعني من الكلمات اللي بتميز منصة البث المباشر في السنوات السابقة، وهنكررها السنة دي وهنشتغل على المراجعة فيها. نقول اليابان موحدة سياسيا، دولة متحدة سياسيا، تمام، مجزأة مورفولوجيا. إذن ما المقصود بكلمة القوة المورفولوجية؟ المساحة والشكل. مين اللي بيحدد المساحة والشكل؟ ناتج مهم جدا جدا هنعرفه إن شاء الله في أول درس في الوحدة الثانية. حدود الدولة هي اللي بتحدد المساحة والشكل. إذن الدول المجزأة بحريا دول منفصلة. طيب هسألك سؤال، لو أنت من اليابان، لو أنت من اليابان، أفضل وسيلة اتصال بين المدن اليابانية، هل هي الطرق البرية أم النهرية أم البحرية؟ تمام، يبقى على طول البحرية، عشان هي جزر يا مستر، وهتمر عن طريق مين؟ ها، عن طريق السفن، عن طريق البواخر. طيب لو حبيت أحيرك أكتر وأقول لك إيه، البرية والجوية، البحرية والجوية، النهرية والجوية، النهرية والبحرية؟ يا مستر طب ما النهرية والبحرية واحد. لا، هل ينفع أقول لك إن في نهر هيقطع الجزر؟ يعني هل النهر ده هيقدر يقطع الجزر؟ يعني هيفصله، هيجري في المية المالحة؟ طبعا استبعد النهرية تماما واستبعد البرية، لأنك بتتكلم عن جزر، يبقى أنا هختار الجوية والبحرية. وده يرجع لطبيعة اليابان. ليه طبيعة اليابان؟ اليابان دولة مجزأة بحريا، يبقى الاتصال بين الجزر بيكون عن طريق الجو أو عن طريق البحر باستخدام السفن. كذلك الأمر في دولة أندونيسيا، كذلك الأمر في أي دولة جزرية على خريطة العالم السياسي. نكرر، أول أقسام الشكل المجزأ هي الدولة المجزأة البحرية. الدولة المجزأة بحريا، مين هي الدولة المجزأة بحريا يا مستر أيمن؟ الدولة المجزأة بحريا دائما وابدا بتكون الدولة، نقول تاني، الدولة اللي تتكون من مجموعة جزر. يبقى لما تبقى الدولة عبارة عن مجموعة جزر، لها اسم جميل قوي يا اولاد، هنميزكم جدا جدا، هميز طلبت المنصة بالكلمات دي، اسمها الأرخبيل. مجموعة الجزر المجاورة تسمى أرخبيل، أرخبيل اليابان، أرخبيل أندونيسيا. يعني عشان لو قابلتك الكلمة في الامتحان ما تستعجبش أبدا وما تستغربش الكلمات، طالما أنت هنا مع منصة البث المباشر بنقول المحتوى العلمي الآمن اللي بيتم مراجعته مراجعة دقيقة جدا جدا جدا. طيب الشكل الثاني، ركز بقى، ركز معايا، احنا قلنا مقدمة كان فيها كل الأشكال، ركز في الرسم التخيلي، ركز في الشكل اللي قدام عين حضرتك، ركز في الخريطة. بفصل الألوان، المكسيك ادي حضرتك اللون البنفسجي ده المكسيك، الولايات المتحده اللون الاورنج ده، وادي كندا اللي هي رقم 3 اللون الاخضر. طيب تعالى بقى معايا، رقم 2 دي مين؟ رقم 2 دي مين؟ دي ولايه اسمها ولايه الاسكا. ولايه الاسكا تتبع سياسيا الولايات المتحده الامريكيه. يبقى انا عندي الولايه ديت، يمكن حتى من تاريخ الولايات المتحده الامريكيه، ولايه اشترتها الولايات المتحده الامريكيه من روسيا لاسباب مثلا سياسيه. يقول لك الدوله المجزاه بريا، مين هي الدوله المجزاه بريا يا مستر؟ مين هي الدوله المجزاه بريا على خريطه العالم السياسي؟ هي الدوله التي تفصل بين اراضيها دول اخرى، دوله اخرى. بمعنى لو حضرتك انا حبيت امشي بريا من هنا، من الولاية دي أو من الحد ده أو من المنطقة دي، أوصل لهنا لبقية دولتي. واحد يقول لي يا مستر طب ما أنا ممكن أستخدم البحر، ماشي، لو المدينة ساحلية تمام أنا مع حضرتك، ولكن أنا بقول لك أنا عاوز طريق بري هيربط ما بين الولايات الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ركز في الكلمات، الولايات الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وولاية ألاسكا. يبقى أنا هضطر إن أنا أمشي بريا كده، الشكل اللي أنا عملته لحضرتك ده، يبقى انا هنا مشيت في الدوله رقم كام؟
ثلاثة. مين الدولة رقم ثلاثة؟ يعني أنا عاوز أوصل ما بين واحد وما بين اتنين على الشكل، يبقى أنا هضطر إن أنا أستخدم أرض الدولة اللي مكتوبة برقم كام؟ ثلاثة. مين الدولة رقم ثلاثة هنا؟ على طول هرجع للشكل، دي كندا يا مستر، تمام؟ مين رقم واحد؟ الولايات المتحدة، ورقم اتنين الولايات المتحدة. إذا ولاية ألاسكا، ولاية ألاسكا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وتفصلها عن الولايات المتحدة الأمريكية. شوف معايا حضرتك مين الدولة هتكون كندا. إذا الدولة المجزأة بريا، الدولة المجزأة بريا هي الدولة التي تفصل أراضيها دول أخرى، دولة أخرى. المثال ولاية ألاسكا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطبعا بتفصلها عنها دولة كندا. طيب هنشوف بعد كده النوع الثالث اللي هو مميز وعاوز طالب فاهم جدا جدا. أقسام الشكل المجزأ. القسم رقم ثلاثة، الشكل رقم ثلاثة، دول برية بحرية مجزأة. وركز معايا في نهاية الحصة هنجمع مجموعة من نواتج التعلم على كل الأشكال. طيب واحد يقول لي يا مستر هو أنا أقدر أقول، شوف بقى انا خرجت الخريطه لفتت نظري لايه، وانا اقدر اقول انت قلت ان ايطاليا مستطيل، يعني ايطاليا لها شكلين؟ اه لها شكلين وهتعرف دلوقتي. هو انا اقدر اقول ان السويد دي دوله طوليه؟ اه طبعا دوله طوليه بجبهه بحريه شرقيه. وان النرويج دوله طوليه؟ اه طبعا النرويج دوله طوليه بجبهه بحريه غربيه، تمام؟ وكذلك الامر في فنلندا، وكذلك الامر في البرتغال. يعني شوف حضرتك لفت نظرك ايه، شوف لما بصيت على الخريطه وعملنا كده زوم كبير كده وكبرنا، شوف لفت نظرنا ايه. ان انت هنا انا بحترم ولادنا دايما اللي بيحبهم يشغلوا دماغهم وبيعلوا من نواتج التعلم وبيعلي فكره نواتج التعلم. يعني هنا ممكن نطلع دوله منتظمه غير فرنسا، طب ما هولندا منتظمه، ما هي الجزء ده اللي هي لما قلنا عليها روسيا البيضاء او بيلاروسيا، تمام؟ ما هي رومانيا منتظمه الشكل، ما هي فرنسا، ما هي المانيا، ما هي اسبانيا باستثناء الحته اللي اتاخدت منها ديت اللي هي جزء البرتغال، هي مش اتاخدت منها دي دوله البرتغال، دوله عريقه وقديمه. اذا الشكل المجزأ بري وبحري عندي ايطاليا، ايطاليا يكون شكل الدوله جزء من اراضيها متصل مع اليابس. جزء من اراضيها متصل مع اليابس والجزء الاخر موجود كجزيره في البحر. كان في سؤال جميل جدا بيقول لك ايه؟ لو الاتحاد الاوروبي ده كله عمل دوله واحده، لو تحول لدوله واحده، لو الوطن العربي الافريقي تحول لدوله واحده، يعني تخيل كده ان الوطن العربي الافريقي العشر دول، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، جزر القمر، لو كل دول مع السودان عملوا دوله واحده تبقى يبقى الشكل ده ايه؟ برضه مجزأ بري بحري، لأن حضرتك في فاصل بري ما بين جيبوتي والصومال، ها بنخترق دولة أثيوبيا، وفاصل بحري وهي جزر القمر، تمام؟ يبقى إذا هنا بنقول الشكل المجزأ البري بحري، المثال الواضح إيطاليا، إيطاليا عندنا جزيرتين هنا يا ولاد، بص كده حضرتك الجزيرة دي اسمها جزيرة صقلية اللي على مضيق صقلية الممر الاستراتيجي، والجزيرة دي اسمها سرداني. هقول لحضرتك كلام حلو قوي، شايف الشمعة اللي قدام عيني ديت؟ الشمعة الجميلة اللي قدام عيني ديت، الشمعة ديت اللهب بتاعها كورسيكا، كورسيكا فرنسية، سردينيا إيطالية، تمام؟ يعني دولة كده واخدة شكل الحذاء الأوروبي زي ما بيسموه. إذا هنا بنقول الدولة لما يبقى جزء من أرضها ممتد مع اليابس مع دول أخرى، تمام؟ امتداد بري واضح للقاره العجوز قاره اوروبا، مع وجود جزيرتين زي جزيره سردينيا وجزيره صقليه اللي هم تابعين اداريا لطبعا دوله ايطاليا، يبقى انا امام شكل يسمى الشكل المندمج او شكل، معلش اسف، البري البحر، دوله مجزاه بريا وبحريا. يبقى اذا هنا بنقول ادي مياه البحر المتوسط اللي تفصل جزيره سردينيا وصقليه عن ايطاليا، وهم طبعا تابعين لايطاليا. على فكره ايطاليا جواها دوله يا اولاد، مش دوله واحده، دولتين، وهي الدوله اللي اسمها الفاتيكان اصغر دوله في العالم، ودوله اسمها سان مارينو. هنعرف القصه وهنتعلم مع بعض مع الشكل الاخير وهو الشكل المحتوى او الدوله الجيبيه. ركز في اخر اشكال الشكل قبل ما تدخل على نواتج تعلم عشان تخلي درس الشكل مميز جدا جدا مع كل ولادنا على منصة البث المباشر. الشكل المحتوى او الدولة الجيبية ايه قصته؟ ايه معناه؟ طب ايه عيوبه؟ ايه مميزاته؟ ملوش ميزة. ملوش ميزة يا مستر؟ ملوش ميزة.
وهنعرف دلوقتي الفرق ما بين دولة ليسوتو ودولة اي سويتي او دولة سويسلاند. شوف الكلام وشوف منصة البث المباشر هتقول لك ايه وهتعرفك ايه. طيب هنبدأ بسؤال منطقي شوية، يعني هنشغل المنطق شوية. لو قلت كل دولة حبيسة جيبية ولا كل دولة جيبية حبيسة، ركز معايا في الكلمات. طب يا مستر قبل ما تقول لي السؤال وإجابته، طب ما تعرفني الأول ما المقصود بالدولة الجيبية؟ الدولة الجيبية هي الدولة التي تقع أو تكون في أراضي دولة أخرى، تقع بالكامل داخل دولة أخرى. هي دولة غير متصلة جغرافيا، تمام؟ طبعا يعني الشكل يكون أراضي الدولة غير متصلة جغرافيا، ماشي؟ بمين؟ بالعالم الخارجي. ليه؟ لأن الدولة تقع بالكامل داخل دولة أخرى ولا يمكن الوصول إليها إلا بالمرور في أراضي تلك الدولة واللجوء للدولة المتوقعة. يبقى في دولة محتواها وفي دولة تحتويها، في دولة محتواها وفي دولة تحتويها. الدولة المحتوى هي الدولة الجيبية. بص حضرتك معايا ثلاث أشكال بتميز أو بتوضح لي الموضوع. الأول الدولة اللي قدام عيني ديت، أنا كده خدت يعني دولة جنوب أفريقيا، جزء من أفريقيا كده قطعناه، طلعت الدولة اسمها دولة جنوب أفريقيا. دولة جنوب أفريقيا تقع بداخلها بالتماما أهي دولة تسمى ليسوتو. دولة ليسوتو، تمام، من الدول الجيبية المشهورة في العالم، وكذلك دولة الفاتيكان اللي أنا لسه قايل على حضرتك، قايل لحضرتك عليها، اللي موجودة في إيطاليا. دولة تقع بالكامل داخل دولة أخرى محاطة بالدولة من جميعها، من جميع أجزاء. إذا في الحالة دي الدولة بتكون تابعة للدولة التي تحيطها في سياستها تماما، سياسة داخلية وخارجية، مما يضعف الدولة ويضعف قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. تخيل إن ما ينفعش أي طائرة تهبط في أراضي ليسوتو إلا بالإذن من دولة جنوب أفريقيا. يعني لو هنا في مطار، هو المطار ليسوتو الدولي، تمام، عشان يخرج للعالم الخارجي بيستأذن من مين؟ من جنوب أفريقيا. إذا استحالة يحصل خلاف سياسي بين ليسوتو وجنوب أفريقيا، استحالة على ليسوتو، عادي بالنسبة لجنوب أفريقيا. لكن دولة ليسوتو وسيلة اتصالها الوحيدة بالعالم الخارجي هي دولة جنوب أفريقيا. خلاف سياسي هيمنع طبعا انه يمر عن طريق الرضيل. ففي الحاله دي مهم جدا ان الدوله الجايبيه تسعى دائما وابدا للحفاظ على علاقتها الوديه مع الدوله المتوقعه. شوف الفرق ما بين الدولتين دول، شوف الفرق ما بين الدوله دي اللي هي اي سويتي او سويسلاند سابقا والدوله دي. حضرتك الدوله دي مش جايبيه يا مستر، ما هي اهي قدام عينيا اهي، ما دي زي دي يا مستر، اهي على الشكل ده او حتى بالشكل ده اللون الابيض ده. لا دي مش جايبية. ليه؟ أولا هي دولة حبيسة، وأنا قلت ليست كل الدول الحبيسة جايبية ولكن كل الدول الجايبية حبيسة. كل الدول الجايبية حبيسة؟ كل الدول الجايبية حبيسة. هل في دول يا مستر تقع داخل دولة، تمام، يعني بالكامل داخل دولة وليست جايبية؟ نعم، وهقول لحضرتك دلوقتي وهوري حضرتك مثال واضح لكلامي دلوقتي. ولكن خلينا في الدولة المحتوى. هي دولة تقع بالكامل داخل دولة أخرى برية غير متصلة جغرافيا، برية، خلي بالك إنها الدولة برية لأنها دولة حبيسة محاطة بيابس الدولة المتوقعة لها من جميع الجهات. إذن بترتبط بالدولة الأخرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا كل حاجة. الدولة بتسعى دائما وأبدا للحفاظ على العلاقة الودية مع الدولة اللي بتطوق. طيب انت كنت بتقول لي يا مستر ان من الممكن يكون في دولة تقع بالكامل داخل دولة اخرى وليست جايبية. طب وريني كده، بص كده حضرتك على دولة البرتغال. دولة البرتغال دولة بالكامل داخل اسبانيا ولكن لها جبهة بحرية. يبقى اوعى تقول على الدولة دي جايبية، اوعى تقول لي على الدولة دي جايبية. وكمان لو رجعنا لخريطة العالم السياسية هنا، تمام، يعني لو رجعنا كده لخريطة العالم السياسية هتشوف هنا في المنطقة دي دول كتيرة جدا زي دولة بنجلاديش بالكامل اهي، بالكامل اهي في دولة الهند ولكنها لها جبهة بحرية وهكذا. اذا لو كانت الدولة تقع بالكامل داخل دولة اخرى ولكن لها جبهة بحرية اوعى تصنفها من الدول الجايبية. الدولة الجايبية زي ما هو واضح قدام عينينا اهو، دولة تقع بالكامل داخل دولة اخرى وترتبط سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا كمان بالدولة دي. اذا هنا بنقول دائما الدول الجايبية تسعى للحفاظ على العلاقات الودية مع الدولة المتوقة لها. هنرجع ونأكد على الجملة اللي بتقول
كل جيبية حبيسة وليست كل حبيسة جيبية. وأكبر دليل وأكبر مثال على كده قدام عين حضرتك، الدولة دي جيبية وهي دولة ميسوتو، لو سميناها الدولة ألف والدولة ب، والفرق ما بينهم دولة، ها أهو الدولة دي أي سويتي أو سويسلاند، ها مجاورة لموزمبيق ومجاورة لجنوب أفريقيا. إذا لو حصل خلاف سياسي ما بين دولة أي سويتي مع دولة جنوب أفريقيا، هتلجأ للخروج من دولة موزمبيق، تمام؟ يبقى إذا هناك فرق بين الدولة الحبيسة والدولة المحتواة أو الدولة الجايبية. ركز بقى معايا، هات كشكول منصة البث المباشر وابدأ اكتب، وابدأ خد سكرين للشرائح المميزة المميزة اللي هنبدأ نشتغل عليها. أولاً، تصبح الدولة ذات شكل مندمج إذا كان شكلها أقرب إلى الدائرة، ها شكل مربع، شكل رباعي دائري، شكل زي فرنسا أو مصر أقرب للمربع أو أقرب للدائرة، أو لو قلنا فيها نصف قطر، أو لو قلنا فيها كلمة نصف قطر، أو لو قلنا طولها يقترب من عرضها، يعني طول قريب من العرض، أو يديني رقمين الفرق بينهم مش كبير، يعني طول وعرض مش كبار. أمثلة أخرى للشكل المندمج: بولندا، رومانيا، ليسوتو، سويسلاند، تمام كده، زيمبابوي، أثيوبيا، أوروغواي في أمريكا الجنوبية الكلام ده، تمام؟ أوروغواي، عارف أنت الدول الصغيرة المساحة، دولة زي أندور، دولة زي مثلا أي دولة مساحتها صغيرة واخدة شكل منتصف. طيب أفضل موقع للعاصمة في الشكل المندمج بيكون فين؟ تقريبا بيبقى مركز الدايرة، بيبقى في النص زي باريس كده، عشان تحقق افضل اتصال وسيطره. المقومات الجغرافيه تساعد على حسن الاداره والسيطره الداخليه، دي موجوده في المساحه الصغيره وموجوده في الشكل المندمج، ولما هندرس مقومات بشريه موجوده في النقل والمواصلات وموجوده في القوى التنظيميه. يبقى تاني، منصه البث المباشر بتبدا تاخد دراسه عرضيه بتخلي ولادنا مميزين جدا جدا جدا. طلبت منصة البث المباشر دائما وأبدا بإذن الله من بينهم أوائل الجمهورية في كل المواد في كل الشعب بإذن الله، سواء كان علم علوم أو علم رياضة أولادنا، أو كمان أولادنا طلبة الشعب الأدبية. طب تعال نشوف ناتج التعلم رقم 5، ده مميز جدا يا أولاد. المقومات الجغرافية التي تساعد على الحرية المكانية للجيش. المقومات الجغرافية منها بشريا ومنها طبيعيا. الطبيعي هو الشكل المندمج، والبشري هو وسائل النقل المتطوره. هنرجع باذن الله لما ندرس لما ندرس المقومات اللي هي او القوه الاقتصاديه هتتعرف على الجزئيه دي. طيب من الامثله الاخرى للشكل المندمج ذو بروز، مش افغانستان بس، مش افغانستان بس، تمام كده، مش الكونغو الديمقراطيه بس، عندك افغانستان، عندك ناميبيا، عندك الكونغو، اي دوله هتشوفها على خريطه العالم السياسيه لها منطقه بارزه في دوله اخرى، اجري 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 على طول على اختيارك للشكل المندمج ذو بروز، او قول مثل افغانستان او قول مثل الكونغو، سهل جدا جدا الكلام. الشكل المستطيل بصفه عامه، سواء كان ممتد من الشرق الى الغرب او ممتد من الشمال للجنوب، هقول لك على حاجه، الاثنين من الاشكال السيئه جدا سياسيا اللي مشاكلها كتير، الاثنين بيسببوا مشاكل. ايه المشاكل؟ الاتصال باجزاء الدوله او الدفاع عن الدوله. تخيل دوله زي شيلي، تمام، عاوزه تحمي الحدود الطويله دي كلها مع ان مساحتها صغيره جدا، وكمان عندها مشكله تانية، الظهير الساحلي بتاعها، لان في جبال الانديز بتحصر الدوله مخليه الظهير الساحلي ضيق جدا جدا. اذا الشكل المستطيل بصفه عامه هو شكل سيء من الناحيه السياسيه ومن الناحيه الجغرافيه. طيب الدوله المستطيله، هنقول لحضرتك اكتب اكتب الكلام ده كويس جدا، وباذن الله مع نزول الحصه على اليوتيوب باذن الله الخاص او الموقع الخاص قناه الوزاره على اليوتيوب، راجع الجزئيه دي كويس جدا وهوريك على الخريطه الكلام ده. الدوله المستطيله من الشمال الى الجنوب، الدوله الطوليه يزداد فيها دوائر العرض، مش زي ما انت متخيل، مش هقول ان الطوليه فيها خطوط طول اكتر، لا، الدوله اللي بتمتد طوليا يزداد فيها دوائر العرض. مثال شيلي وايطاليا، تمام، واي دوله بتمتد، هرسمها لحضرتك تاني يا ريت تركز معايا. لو عندي دوله طوليه بالشكل ده، لو عندي دوله طوليه على خريطه العالم السياسيه بالشكل ده، يعني شيلي، يعني ايطاليا، يعني اي دوله طوليه، ركز كده معايا، هغير لحضرتك اللون عشان يبقى واضح جدا الناتج التعلم اللي انا عاوز اقوله. هتلاقي حضرتك ادي واحد، ادي اتنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي ستة، ادي سبعة، يزداد فيها دوائر العرض. يبقى الدولة الطولية
يزداد، يعني الشكل الطول اللي بيمتد من الشمال للجنوب بيزداد في درع. طيب لو دولة عرضية، ادي دولة عرضية الشكل زي منغوليا او زي تركيا، ايه اللي هيزيد فيها؟ هل العرضيه هيزيد فيها خطوط الايه؟ دوائر العرض؟ لا، بص بقى معايا، اللي هيزيد فيها مين؟ خطوط الطول. اهو ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، ادي خمسه، وهكذا وهكذا، لكن دوائر العرض هتلاقيها محدوده. اذا الدوله المستطيله من الشمال للجنوب تزداد فيها دوائر العرض، يبقى لما يقول لي الدوله بيزيد فيها دوائر العرض عن خطوط الطول بكثره، على طول هقول عليها دوله مستطيل او شريط طولي. طيب المستطيله من الشرق للغرب لها اسم تاني، شريط عرضي، بتزداد فيها خطوط الطول. 8 و9 على الورق هي الرسمتين اللي قدام عين حضرتك. من الدول البحريه اليابان، اندونيسيا، الفلبين، اي دوله جزريه، اي دوله جزريه بريه مجزاه. عندي مثال عربي، عندي مثال عربي مهم جدا، الولايات المتحده وسلطنه عمان وانجولا. المثال العربي يا اولاد، سلطنه عمان، تعرف سلطنه عمان؟ هوريه حضرتك الكلام ده على خريطه العالم السياسيه. ادي دوله سلطنه عمان، الجزء ده اللي على مضيق هرمز ده منطقه، انا عندي راس الحد وراس الخيمه، راس الحد وراس الخيمه، المنطقتين دول رؤوس. ادي راس الحد اهيت، وادي راس مسندم وراس الخيمه، مناطق راس مسندم وراس الحد مشهورين جدا. اذا القصه هنا يا اولاد، الجزء اللي انا بشاور اليه ده تابع لدوله مين؟ عمان. فده خلى لها موقع استراتيجي مهم جدا جدا على على الخليج العربي. طيب نرجع لموضوعنا ونقول ان من الدول البحريه البريه المجزاه، طبعا معاك الولايات المتحده، معاك سلطنه عمان، معاك انجولا، بريه بحريه مجزاه ايطاليا، ماليزيا. وقلنا في حاله انضمام الدول العربيه الافريقيه وتبقى دوله واحده، لو توحدت دول افريقيا العربيه اللي هو الجناح العربي الافريقي وعمل دوله واحده، سؤال في امتحان 2022، تبقى بريه بحريه مجزاه. من الدول الجايبيه المحتوى، لسوتو، جامبيا، الدولة المحتوى بدولة السنغال، قلنا دولة طبعا الفاتيكان، تمام، لأنها بالكامل داخل طبعا إيطاليا، دولة يعني من الدول اللي احنا بنتكلم عليها. إن أي يا أولاد تاني، أي دولة تقع بالكامل داخل دولة أخرى، اجري بسرعة واختار الشكل الإيه؟ المحتوى، أو الدولة المحتوى. طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف مجموعة مميزة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ هقول لحضرتك، احنا هنقول مجموعة الأسئلة اللي قدام عين حضرتك، وهنسيب جزء منها للواجب على طلب ولادنا أو بطلبات من ولادنا. طيب واحد، اختر الإجابة الصحيحة، أي من الأشكال الدول الآتية، يعني إيه الشكل، تمام، اللي احنا من الممكن يكون يتعرض لحدوث صراعات مع دول مجاورة. أقول تاني، مين الشكل اللي هتزيد فيه الصراعات مع الدول المجاورة؟ هل أولا هل الشكل المجزأ البري المجزأ، أم المندمج ذو بروز، أم المستطيل، أم المنتظم؟ تاني كده السؤال، ونشوف ولادنا اللي كانوا قاعدين ويسمعهم وبيدونوا ورانا هيجاوبهم ويقولوا إيه. أي من الدول يعد الأقل تعرضا؟ أيوة يا مستر كده، ده خلي بالك ممكن أقرأ السؤال غلط، وأنا قاصد يا أولاد، أنا قاصد إن أنا ممكن أبص ألاقي الطالب قرا بسرعة يعني غفل عنه كلمة يعد الأقل. أنا بقول لك أي من الأشكال الدول يعد الأقل تعرضا، أو ممكن أقول لك السؤال بطريقة جميلة جدا، أقول لك إيه؟ جميع الدول التي أمامك معرضة لحدوث صراعات ويخرج عنها. مهم أوي النوع ده من الأسئلة يا أولاد، دائما في مراجعاتنا بيوصونا المراجعين بالسؤال ده، يقول لك ويخرج عنها. إذا مين الأقل، مين الأقل اللي ممكن تحصل فيها صراعات؟ المستطيلة بيكون فيها صراعات، المندمج ذو بروز بيكون فيه صراعات، المجزأ البري قد يتعرض لصراعات، ولكن المنتظم يا مستر اللي هو المندمج. دولة الفاتيكان في إيطاليا تشبه من حيث الشكل دولة، أنا قلت لك من شوية إن الفاتيكان دي دولة إيه؟ دولة جايبية تقع بالكامل داخل دولة إيطاليا. اختار أنت الإجابة، هل الأرجنتين البحرية، أم أفريقيا الوسطى الحبيسة، أم النيجر الحبيسة أيضا، أم لسوتو الجايبية؟ إذا الإجابة أنت اللي هتطلعها مش أنا، عشان السؤال ده إحنا اتكلمنا فيه وإحنا بنشرح بسهولة جدا، هتقدر حضرتك تطلع الإجابة. إذا زاد طول حدود الدولة
بشكل كبير بالنسبة لمساحتها. لو الحدود طويلة جدا بالنسبة للمساحة، عارف زي مين؟ ها هوشوشك كده وهمس لك في ودانك واقول لك، زي دولة شيلي. يبقى انت هنا هتختار ايه؟ اسيبك لاختيار الاجابة، لان الاجابة هتحتاج من حضرتك دراسة متأنية. انظر للسؤال كويس، فكر في السؤال كويس، اقرأ السؤال. اذا زاد طول حدود الدولة بشكل كبير بالنسبة لمساحتها، فمن المتوقع ان تكون اقرب الى الشكل. هل البري المجزأ ام المندمج ذو بروز ام المستطيل ام المنتظم؟ ها اسمع اجابات ولادنا. ها هنقول ايه؟ لو طول اكبر من عرض او عرض اكبر من طول، لو حدود الدولة بشكل كبير كبيرة بالنسبة للمساحة، عارف زي مين؟ زي دولة تشيلي. اذا الاجابة قدام عينك، اختارها انت بمنتهى البساطة. طيب تعالوا نبص على الاسئلة بترتيب جميل جدا. يقول لك ايه؟ اكثر العوامل التي قد تؤثر سلبا على الامتزاج الثقافي لدولة اندونيسيا. هنا هحتاج ابص على خريطة العالم السياسية يا اولاد. فعل دايما الاطلس اللي موجود في كتاب المفاهيم، فعل دايما استخدام الخريطة. ومن الممكن استخدام خريطة في سؤال اخر، يعني ارجع دايما لخريطة العالم السياسية، ارجع لاندونيسيا. لو انا رجعت لاندونيسيا هنا، خريطة واضحة لاندونيسيا قدام عين حضرتك اهي، تمام؟ الاندونيسيا دي دولة ايه؟ استنى، دولة برية ولا بحرية؟ بحرية مجزأة. اذا تعال معايا اسمع السؤال، اقرا السؤال. اكثر العوامل التي قد تؤثر سلبا، مش ايجابا، سلبا على الامتزاج الثقافي لدولة اندونيسيا. دولة اندونيسيا دولة بحرية، تمام؟ دولة اندونيسيا مساحتها، ماليش دعوة بالمساحة، انا هنا انا مش هتعامل مع مساحة. هل مساحة ام مناخ ام شكل ام موارد طبيعية؟ ها برافو عليكم، الشكل. الشكل هو اللي لعب دور مهم جدا جدا في التأثير السلبي على الدولة الواضحة قدام عينك فهي اندونيسيا. اذا اصبح بحر قزوين والبحر الاسود دولا، فانهما، ها فانهما شكلهم على الترتيب اقرب لدولتين، بحر قزوين والبحر الاسود. بحر قزوين يا اولاد، خليك معايا، بحر قزوين هحتاج ابص على خريطه للعالم سياسي، تمام؟ وهبص على البحرين دول، بحر قزوين والبحر الايه؟ الاسود. ها بحر قزوين والبحر الايه؟ الاسود. بحر قزوين، بحر قزوين. طب تعالى كده معايا، ارجع لخريطه العالم السياسيه في الافتتاحيه اللي قدام عين حضرتك اهو، نمسح حضرتك الايه الملاحظات اللي قدامك واوضح حضرتك. فين بحر قزوين يا اولاد؟ بحر قزوين يا مستر، ادي بحر قزوين، تمام؟ شكل بحر ايه يا اولاد؟ اهو ادي منطقه بحر قزوين، نعلم عليها تاني عشان تبان اكتر. ادي المنطقه اللي بتميز بحر قزوين. هوري حضرتك واسيبك تختار الاجابه مع نفسك. شكله قريب من ايه؟ شكله قريب، انا شايفه يا مستر تقريبا كده دوله مستطيله. طب البحر الاسود، شايف البحر الاسود؟ واحد يقول لي طب ما هو زي تركيا. لا، الطول مش زي الطول مش قد العرض 6 مرات، تمام؟ اذا هنا الشكل ده بيفكرك بدوله ايه؟ تمام، شايف ولادنا بيقولوا يبقى شكله منتظم. لما هكبر الخريطه واعمل زوم ان على الخريطه هيبان. يبقى اذا تعالى بقى معايا للاجابات، وبص وانت ماشي في السكه، شايف السويد ديت شكلها يا اولاد مستطيل؟ تمام، برافو عليك. طيب وشايف كده منغوليا المستطيله من الشرق للغرب؟ استنى يا مستر، بعد اذنك انت هنا لخبطتني ليه؟ بص كده معايا البحر ده، بص كده معايا حضرتك البحر ده اهو. انا همسح كده الشريحه تاني واقول لك بص معايا، هاخد خط، الخط ده كده من الشمال للجنوب، الخط ده كده من الشرق للغرب، طيب الخط ده كده من الشرق للغرب، الخط ده كده في السويد والنرويج من الشمال للجنوب. ارجع بقى للسؤال وركز مع السؤال تاني، واقرا السؤال بوضوح. قال لي اذا اصبح بحر قزوين، تمام، ها، والبحر الاسود على الترتيب، يعني اللي في الاول بحر قزوين، وبحر قزوين قلنا شكله هيكون طولي، صح كده؟ شكله هيكون طولي. والبحر الاسود لو شكله هيبقى زي تركيا اللي تحت منه هيبقى الشكل عرضي، تمام؟ طب هيبقى تركيا وشيلي، طب تركيا هبدا بالعرضي واتجه للطولي؟ لا، الاجابه غلط.
طب اجيب من الاخر، شيلي وايطاليا الاثنين طولي، شيلي وايطاليا الاثنين طولي، منغوليا اللي هي تبدا بعرضي ثم ايطاليا الطولي، الاجابه السويد اللي تبدا طولي ومنغوليا العرضي. مهم جدا يا اولاد السؤال، بص بص كده معايا، هقول لحضرتك تاني، بحر قزوين هيبقى طولي، هيبقى ده بيمتد من الشمال، شريط طولي من الشرق من الشمال للجنوب. طب البحر الاسود هيبقى عرضي لانه فوق تركيا على طول، واخد الشكل بتاع تركيا وان كان اكثر بسيطا منها، ولكن هيبقى امتداد من الشرق الى الغرب، يبقى الاجابه السويد ومنغوليا. طيب السؤال الاخير وبعد كده نفكر بتميز دائما وابدا، بيقول لي ايه في السؤال ده؟ تعرضت دوله قبرص في القرن ال 18 الى وباء الطاعون قضى على معظم سكانها. معروف يا اولاد ان حصل امراض واوبئه في اوقات معينه، ففي وقت من الاوقات فقدت قبرص معظم سكانها، بل بعض الكتابات بيقول لي جميع سكانها، وبعد كده تم تعميرها من قبل الشعوب الاوروبيه. طيب تعرضت دوله قبرص في القرن ال 18 الى وباء الطاعون الذي قضى على معظم سكانها، ويرجع ذلك الى الجبال ام الشكل، يعني هنقول التضاريس ام الشكل ام السهول اللي هي التضاريس ام المساحه. تاني يقول لك تعرضت قبرص في القرن الماضي في القرن ال 18 تمام، في القرن قبل الماضي القرن ال 18 الى وباء الطاعون اللي قضى على معظم سكانها. القرن ال 18 يا مستر، ده انا بعد كده القرن ال 19 ثم القرن ال 20 ثم نحن الان في القرن ال 21 في بدايه الالفيه الثالثه، لما نسال السؤال ونقول قبرص تعرضت في الماضي الى وباء قضى على معظم السكان. طب ليه؟ اقول لحضرتك سؤال جميل قوي قوي، هقول لك مثال. لو احنا قاعدين في قاعه كبيره وبيننا واحد مصاب بالبرد فبالتالي مش هيأثر قوي، لكن لو القاعه صغيره واحنا مكتظين واحنا كلنا قاعدين في المكان الصغير ده، ايه اللي هيحصل؟ هيعدي المكان كله وبالتالي هنتاثر. وحتى يمكن في وباء كورونا كانت الدول اللي مساحتها صغيره كانت طبعا، هنا بنقول نسب مش هقول الاعداد، نسب الاصابات كبيره، نسب الاصابات كبيره. اذا دوله قبرص لما تعرضت في القرن ال 18 الى وباء الطاعون اثر وقضى على معظم سكانها، هستبعد الجبال والسهول تمام؟ واحد يقول لي وهستبعد الشكل يا مستر. ليه؟ لان الشكل ممكن تكون الدوله شكلها كده بس كبيره تمام، ما انا ممكن اقول ان روسيا الاتحاديه شكل مستطيل بتمتد من الشرق للغرب بصوره كبيره جدا، ولكن المساحه الصغيره هي اللي كانت سبب في سرعه انتشار الوباء وتاثيره السلبي على المنطقه كلها. وبكده بنكون طبعا بنرجع تاني لخريطه العالم السياسيه، بحب دايما نبدا عملنا بخريطه العالم السياسيه ونختم عملنا بخريطه العالم السياسيه. كل اللي قلناه في الاشكال حضرتك تقدر تطلعه، اسيب الخريطه قدام عينك، اسيبك تفكر دقيقتين واقول لحضرتك اسئله وانت جاوبني عليها، عاوز اشوف اجابات ولادي على الشات تمام. طلع لي دولك يطلع لي دولتين مساحتهم كبيره، واحده في الشمال الشرقي والثانيه في الشمال الغربي، على طول هيقول لي روسيا واللي هيقول لي الولايات، واحد يقول لي الصين والثاني يقول لي كندا، مفيش مشكله. طيب دولتين، واحده في الجنوب الشرقي والثانيه في الجنوب الغربي، واحد هيقول لي استراليا والثاني هيقول لي البرازيل، استراليا في الجنوب الشرقي، البرازيل في الجنوب الغربي، وان كان في جزء منها يقع في الشمال الايه الغربي. طيب دوله مركزيه في الركن الشمالي الشرقي مصر، دولة شكلها مستطيل وتقع في الركن الشمالي الشرقي مستطيل، انت سبتني، ده انت عاوز طولي ولا عرضي؟ عرضي هختار منغوليا هختار تركيا، طولي هختار معاك ايطاليا، هختار السويد، هختار النرويج، الامثله يا اولاد. طيب جبهتين بحريتين في الركن الشمالي الشرقي ده اتنين، عندك مصر وعندك كمان مين؟ السعوديه. لا يا مستر مش اتنين، وعندك الهند، خليج البنغال والبحر الايه العربي، وعندك الصومال، وعند حضرتك اليمن، وعند حضرتك عمان، كتير يا اولاد. اذا دائما وابدا استخدم الخريطه، هيبقى سهل جدا. هقول لك معلومه ههمس في ودانك، واحنا لسه في بدايه العام في منصه البث المباشر تمام، في بدايه العام الدراسي في المدارس، وهقول لحضرتك هيكون عندك في الامتحان في اخر العام ما يقرب من 15 سؤال نجاوبهم بعنينا، نبص بعنينا كويس، نبص بعنينا كويس. عاوز دولة لها جبهتين بحريتين موجودة هنا كده في أمريكا الجنوبية، كولومبيا. اوعى تقول البرازيل لأنك الاثنين الشكلين أو المنظر اللي قدامك هو المحيط الأطلنطي، لكن كولومبيا واضحة جدا.
طوليه عندك تشيلي، وحتى على فكره ينفع الكلام على الارجنتين وان كانت يعني العمق الجغرافي فيها اكبر شويه. كلمه العمق الجغرافي موجود في الدول ذات المساحه الكبيره دائما وابدا. على الموعد معنا دائما وابدا معكم في الخميس من كل اسبوع، وان شاء الله والاثنين من كل اسبوع. كنت معاكم مستر ايمن رضا عواد، باذن الله هنستكمل مع بعض حصصنا في ايامنا المميزه، جدولنا المميز الاثنين والخميس من كل اسبوع، موعدنا مع الجغرافيا السياسيه لطلبه الصف الثالث الثانوي على منصه البث المباشر. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.